الكهرباء تغطي 98% من المناطق الحضرية في السلطنة، هذا ما كشف عن في مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه 2017. المؤتمر سيناقش موضوعات التخطيط والتشغيل والصيانة من خلال عرض للمشاريع الاستراتيجية. رعى الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط. فيما كان للشركات حضور بالمعرض في ظل الطلب المتزايد على منتجات ومواد الطاقة الكهربائية والمياه. اتخذت الحكومة قرارا استراتيجيا بأن تكون مصادر المياه الرئيسية من محطات التحلية. أيضا تقوم الهيئة بإنشاء بعض الأبار لتكون كرافد للأوقات الطارئة للحالات الطارئة انقطاع المياه، بحيث يكون يدعم محطات إنتاج المياه. هذه في مشاريع الصرف الصحي، اوكي، الانابيب هاي تستخدم وهذه المضخات الماء تستخدم هذه، بالاضافه الى احنا عندنا مصنع الحسن المفاتيح الكهربائيه اللي تنتج لوحات الضغط المنخفض والضغط المتوسط.